المطعم طبعا هي محل بيع ايس كريم. اللي يميز هذا المطعم طبعا اللي هو يبيع طبعا المحل يبيع حليب الجن. طبعا خلال السنه الواحد راح يتفكر في منتج من طرح السوق البصري. ايش يميز ما بين المحلات فهو في انتاج الايس كريم ومنتجات الايس كريم من حليب الابل. طبعا حليب الابل معروف حليب مميز جدا قليل الدسم صحي طازج سهل الهضم. فجاءت هذه الفكره صار لها 5 سنين تم انتاج طبعا على اساس انشاء مزرعه خاصه للابل وذلك انتاج حليب الابل ومنها طبعا دايركت الى الانتاج ومنها الى السوق القطري. طبعا الشعب القطري يحب الابل بشكل عام فحبينا ان نشارك بالحليب الطازج وبهذه المنتجات وذلك الى السوق القطري وكذلك عمل كذا فروع ان شاء الله في المستقبل. الحرارة من 22 ل 23 فالكل يستمتع في هذا المهرجان.